إلى استاءوا والانزعجوا من طريقة حكمه، طريقة حكم البلاد بطريقة أصبحت مختلفة عن كلامه أثناء الحملة الانتخابية. وبالتالي فالحكومة ينبغي أن تفهم أن ملايين الناس التي خرجت للشارع كانت تقول أنك تسير في الطريق الخاطئ. وبالتالي نرى نقول أن الموضوع انتهى، أن أكبر أمل للقاعدة هو أن تفشلوا، أن أكبر أمل القاعدة هو بل أنهم يصلون ويدعون أن شعب مصر لا يستطيع أن يجمع صفوفه في نظام ديمقراطي للتعايش السلمي. هو أكبر كابوس لهم هو المرأة، أن تكون المرأة يكون لديها رأي فيما يتعلق بأطفالها، وأن يستطيع الشعب أن يقرر من يقوده. وبالتالي سبب وجودنا هنا هو أن نضمن ونتأكد أنكم تفهمون في هذه الأوضاع الخطيرة بأننا ما نزال أصدقاء لكم وإننا لسنا مثاليين.